يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يفيدون من خارج المملكة أو يفد من خارج المملكة، يقول يفد من خارج المملكة أناس يزورون المدينة، فحينما يصلون هناك يطلبون من أصحاب سيارات الأجرة أن يتجولوا بهم إلى أماكن يعتقدون أنها مكان عبادة ليتعبدوا بها. سؤاله: أنني قد تكلمت مع أحد أصحاب الأجرة وبينت له أن أخذهم وتوصيلهم إلى تلك الأماكن غير جائز، فقال إن رزقنا على هذا الشيء، فما الحكم في ذلك وفقكم الله؟ وهل لهم أن يذهبوا بهم؟ سجنة الأصنام يقولون رزقنا على هذا ولا نقدر نخليه، ما هم بس سيارات الأجرة، هذا لا يجوز كلام هذا، وهذا مكسب خبيث، مكسب حرام، تغرير بالناس، لا يجوز هذا. وقد أصدرت اللجنة الدائمة كتيباً في بيان المساجد التي تزار في المدينة والمساجد التي لا تزار، بيّنت هذا ووضحته. فلو أخذ هذا الكتاب ووزع على القادمين وعلى الحجاج لعل الله ينفع به من يريد هدايته. نعم.